So right now I'm drawing a girl near a wall. What I'm doing now is anatomy, which is the an art technique to know how to draw a person or something with the shapes. بترسم بنوتة البنت دي بترسمها بطريقة اسمها ايه اسمه قلتي؟ Anatomy. الأنادمي ديت الطريقة دي اللي هي بيرسموها عبارة عن مثلا دوائر مربعات أو كده وبعد كده يحولوها للوش أو الجسم بتاع البنت أو الولد على حسب يعني فبيرسموا في البداية أشكال هندسية هتكون شعرها طويلة يا بسم الله ولا قصير البنت بترسميها Short, very short. هتعمل شعرها قصير Very short. قصير جدا هتعمليها كلامي ولا بالبنسلز بس Pencil was only pencil. بترجم بالإنجليزي only pencil. Shading. How old are you? 12 and a half. ده 12 سنة ونص في جريد 8 أو زي في مصر مصر تانية إعدادي يعني خلي الستبس تبقى ايزي شوية ما هي عشان كده بعمل أنادمي أنا عارفة لو كنت عملت لنا كوبايتين شاي سيبك من الأنادمي ده خالص هتخلصي الرسمة في one video أو two parts two parts بس هخلصها في نفس اليوم بكرة يعني to be two parts عشان ما يخافوش ما يخافوش ما يزهقوش لا ما يخافوش من الرسمة الغريبة اللي أنا برسمها دي صاحبتي اصلا بتشوف الفيديوهات صاحباتي الاثنين سود حنين نبيل حنين نبيل وبنت من تيك توك قلت لها رقمي طلع رقمي والانستا بس هي الايتش بتاعي بس هي مش نفس الكونتري جبنا اللينك في يوتيوب عشان
شافته بتقول لي واو عندك كتير سبسكرايبرز. بس احسن انا عارفه ازاي انت الفنانه بتاع مين لا انت الفنانه انت رحتي عند كليه فن انا حالي رسمت التيشيرت حالا انا هرسم البنطلون. Now I will draw the pants. This is only a simple drawing. Kids could draw. I'll draw other drawings that are for complicated. في حاجة أصلا اللي برسمها يعني تاخدها ايه خطوة بخطوة بحيث ان الأطفال يتعلموا الرسم يبقى مهاراتهم تنمو شوية. مش الأطفال بقى اللي هما في سن الإعدادي وكده يعني مش أطفال أوي. تقدري تعملي فيديوهات للأطفال خالص يرسموا صغيرين يعشموا كيكة أو بعرف الحاجات دي. Now I'm done with the pants. حالا أنا خلصت بالبنطلون. Now we'll begin with the eyes and the rest of the body. حالا نبدأ في بقية الجسم. So now I'm drawing the arms. The arms are hard to draw, so I'm going to draw it with a pencil. Now, حالا انا هرسم الايدين. الايدين صعبين ان احنا نرسمهم فانا هرسمهم بالبنسل الاول وبعدين بالبن. Now I'm going to draw a bag, a school bag. Now حالا انا برسم الشنطة.
حاجة أنا خلصت فاضي إني أعملها بالبن. ماما بصي اللوتي مفتوح، حطي في اللينك تحت يا ماما الاسم الانستجرام بتاعي عشان يشوفوا ايه الرسمات اللي برسمها. description box هحطلك لينك الانستجرام البايو description box في اليوتيوب، ما اسمه باي برضو، بايو في الانستجرام يوتيوب اسمه ديسكريبشن بوكس او صندوق بوكس. هحط لينك انستجرام بتاع مسكنة عشان تشوفوا الرسومات بتاعتها، ولو في رسمة معينة حابين ان هي ترسمها لكم بالفيديو اقولها علينا. هقولها بالانجليزي. My mom will put my Instagram link in the description box below. If you want to go check it out, go check it out. And if you want me to draw a special thing or character or a drawing I drew from the past, just comment in my Instagram and I will draw it in my video. حالا انا بقى برسم الشنطة، انتم ممكن ترسموها اي طريقة من فوق او من تحت، الطريقة دي اللي انا برسمها فيها او الناحية التانية عشان يكون فيها ديزاين او كذا حاجة فيها. انتي عندك بس كبيرين ناس كبيرين دي. ما انت من تركيا، انت من تركيا اصلا، انت من تركيا، ابوك من تركيا. حالا انا هرسم بقية الايد. هنا الحتة دي المفروض تكون مغلقة على الباك باك او يعني الشنطة، فلازم تقفلوها بطريقة معينة، ما تعمليهاش كبيرة، المفروض تحت كده عشان تمسك الحتة دي، والحتة دي بتكون تحت هنا هو عشان تعرف تمسكها من الناحية التانية. حالا هرسم الايد التانية، هنا هنحط باك باك احطه في الايد التانية. حلو، انا هرسم في الايد ديت السويرة وساعة وحاجات من دي. now I'm going to draw some bracelets and some other stuff on her hand.
This is a clock. A watch. This is a bracelet. It's a simple one. And this is another bracelet. أنا رسمت ساعة و اتنين اكسسوارات. صح اسمها اكسسوارات. حالا أنا هرسم رجليها وهرسم شعرها وبقية الحاجات. رسمت الشعر. I drew the hair. It's a rebel way. الناس اللي بيقصوا شعرهم. لا الديسك نفسه عمل مش عارفة ايه اللي حصلني. So I drew it. حالا انا رسمت الشعر بطريقة الناس الناس كده هو بيقطعوا. بصي